بوعدك ادفعهم، يعني شو بقدر أعمل أكتر من هيك يا أخي؟ خلصنا، وعدتني ألف مرة قبل. آخر واحد، والله رح أدفعهم وما رح أتأخر. اسمعني منيح، معك 3 أيام، يا بتدفع الدين تبعك يا أما رح أخذ محلك والبيت كمان. يا أخي أنا في عندي بنت. إيه؟ أنت بتعرف عيلة بيوغلو؟ لا خلصني أحكي. بنتي هاي أنقذت حياة ابن أنور من الموت، ماشي؟ وهنين رو رح ورجيك. لحظة، وين راحت الورقة؟ ليك إذا مالك مصدق شوف الورقة بعينك. شوف عطوها هذا المبلغ مكافأة، بس هي ما رضت تاخدها وشقتها كمان. أنا بحلف لك ولا كلمة. قرب شوي، قرب لك، قرب ولك. إذا بتكذب مرة تانية رح أرجع لك، وبتعرف شو رح ساوي. ليك يا بنتي ليك، هلأ إجيت، بس لو سمحت اسمعني بس شوي. هي ما بتعرف شي عن الموضوع، بترجاك لا تحكي شي قدامها. أنا رح زبط لك كل القصة، إذا أخذت مصاري باخدهم وبعطيك ياهن، تمام؟ أهلا وسهلا يا بنتي. أهلين بابا. كيف صار السيد أنور؟ هو منيح؟ بابا ليش هيك عم تصرخ؟ إيه هو منيح. ما شاء الله أخي أيهان، هالبيت حلو كتير. بتصدقيني يا أنسي، منجي عطول لعندكم، بس أول مرة مننتبه قديشو حلو. إيه صح، هي أول مرة، أنا رح إجي أكيد. خلاص فيكن تروحوا هلأ، برجع بشوفكم بعدين. مع السلامة. مع السلامة بابا. بابا أه؟ مين هدول؟ يعني مين يا بنتي؟ هدول بيكونوا شباب من الحارة، اجوا ليسألوني إذا كنت بلعب طاولة، بس قلت لهم ماني فاضي وعندي شغل. بابا أنت منيح؟ ايه بنتي، كيف كان الموعد؟ اه كان منيح؟ ايه منحكي بالبيت. ماشي لا تتأخر، يلا أنا رايح. ماشي حبيبتي، في عندي شوية شغل بخلصه وبجي على البيت. هاد كل شي؟ شو صار؟ مفكر انه بنتك بتستاهل اكتر من هيك؟ اكيد ايه طبعا. قديش حقه؟ يا ربي منك يا بابا. بنتي انا عم اسألك لانك بتستاهلي الاحسن مو اكتر، بس مشان هيك. يا ترى اعتذروا منك؟ ما حدا اعتذر، ليش لا يعتذروا؟ يلي صار مو ذنبون مو هيك؟ مزبوط، لازم الكل يموتوا مشان راحتهم، مو هيك اختي؟ لا تواخذيني نسيت. هدول الناس كانوا كتير مناح اختي حبيبتي، يا ريت تصدقي هالحكي. طبيعي يا اختي، مو انت اللي انقذتي حياته للرجال؟ ايه بس هو كمان انقذ حياتي بيرنا. شو عرفك انه كان هو؟ مو انت كنتي معنك صحيانه؟ هي زعلانه عليكي مشان هيك عم تحكي كل هذا الحكي، لا تضايقي حالك انت. خلص لا تضايقي حالك، القصة ما أنا محرز بنوب مو هيك؟ مبين إنه أنور وعيلته ناس أكابر ومناح كتير، وكمان ناس أغنية مو هيك بابا؟ بس شوف للأسف ما عطوا مصاري مثل ما توقعت. شو هلا؟ معلش بابا لا تزعل، المرة الجاية روح وزد حالك قدامهم فورا، بيدفعوا لك وقتها. بيرنا خلص، شو صار لك اختي؟ أنا عم حاول فتح لكم عيونكم يا زينب، هن انكسروا رقبتك وما همك أبدا. هي زعلانة عليكي مشان هيك عم تحكي كل هالحكي، لا تضايقي حالك. ايه انا بعرف،